ما البيت بيصير فيه جو مكهرب، الولاد بيتعبوا، جو البيت كله بيصير ما مش طبيعي. لا أروع القصص، اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. أنت بلشت تلمسي أنه في شي غلط بالعلاقة بينك وبين زوجك؟ تقريبا مشي 4 سنين 5 سنين. شو الأمور اللي لمستيها؟ وضعه بالبيت، أنه غيابه على البيت، ظهراته، تليفونه عطول، يعني ما بحب حدا يظهر له إياه، وما بحب حدا يسأله مين عم يدق. إنه قصص، هذا القصص بالشكل بالجوهر بالعلاقة الزوجية بينك وبينه. أكيد في تقصير كان شوي. تقصير من قبل مين؟ من قبله هو، يعني إنه آخر همه البيت، آخر همه مرته، آخر همه الأولاد. كنت عم بتقولي إن شاء الله ما تكون خيانة؟ لا ما قلت إن شاء الله ما تكون خيانة، لأنه إشي واضحة إنه في خيانة، في واحدة فاتت حياته. لما صرحته صرحني إنه مزبوط القصة. أوكي، قلت أنا بسير الوضع، بلشت غير من حالي، بلشت غير من البيت، وضع البيت، الأولاد كذا. كيف يعني تغيري من حالك؟ يعني اهتم شوي بحالي، اهتم يفوت على البيت ماكسيموم يلاقي الأولاد نايمين، جو في رياحة وكذا، تحسن الوضع. كان عم بتحسن الوضع؟ تحسن الوضع أكيد تحسن. لكن هالشي ما ردعه إنه يكون عنده حياة تانية خارج هلأ المنزل؟ هلأ كحياة تانية مثلاً أنا عندي، أنا أعتي بالحياة إنه أوكي هذا الزلمة تغير، صار لصالح بيته، بس أهم شيء عندي أنا يلبي لي بيتي، يكفي طلبات بيته وولاده، شو بدهم، شو بدي أنا، شو اللي بعتازه بالحياة. برات البيت مش رح ضلني مراي، يعني بالنهاية زلمة. هيدا شيء مقتنعة فيك أنت بالبداية، أم وصلت اليوم لا. وصلت اليوم إلى مثل بقولي إلى أمر واقع حتى أمر واقع أكيد. لما المرة بدها تضل كل مرة مشاكل، وكل مرة بدها تحكي نفس الموضوع ونفس المشكل ونفس ما البيت بيصير فيه جو مكهرب، الأولاد بيتعبوا، جو البيت كله بيصير ما مش طبيعي. أنا حبيت ريح حالي شوي. يعني أيمتى وكيف وصلت لهالقناعة أنه قدم لي ببيتك؟ بعد ما تعبت، خلص تعبت، يعني خلص تعبت من المشاكل، تعبت من ضلني أنا على طول خلص مشاكل بالبيت وعندي صار عندي أعصاب وكذا، خلص صرحته. إذا من أول نهار قلت لك لا كان شرب العادة حسابته، قال عائلتي أول شيء. هلا على طول بده يكون في إعادة حسابات، إذا ما عادت حساباته الواقع بيقع بالجورة. كيف عادت حساباتك اليوم؟ أنت اليوم رجل بتقول أنا اليوم أنا اليوم عندي حياة تانية خارج المنزل. إعادة الحسابات كيف تجي؟ كنت اجي الساعة 3-4 وجه الضوء، هلا لا الساعة 9-10 بكون بالبيت. بس الخيانة مخصصة بالوقت، بس المهم عم تجي على البيت، بس تفوت جوات البيت، بس حط اجري جوا، خلص انتسى كل شيء برا. هلا شو بكفي المرأة؟ بتكتفي بهذا الشيء بهذا المقدار اللي عم بيعمله المجهود الزوج، او لا فعل الخيانة وفعل خيانة بغض النظر عم بيرجع قبل او عم بيرجع بعد؟ فعل خيانة فعل خيانة. شو اللي بيخلي المرأة تخضع وتسكت وتعض على جرحها وكرامتها وعنستها؟ الولاد، في ولاد، يعني بالنهاية الولاد اللي بياكلوها، انه بيتدمروا الولاد. والمرأة اللي فيك؟ المرأة هي عم تضحي كرمال ولادها، يمكن تعود الاشياء بولادها، بتقول بكرة بيكبروا بعود، يعني انه مهم حياتهم مستقبلهم. يعني انا اذا بدي اشوف انا بس حالي كرامتي تدمرت او انا تدمرت او اعصابي، ما اذا انا انتفضت وظهرت من البيت وحملت حالي ويمكن اترك الاولاد وفال، ايه ما بكون ضيعت كمان بطريقي ولادي، مش بس انا، ولادي 3 ولاد بدي ضيعهم. لا ساعتها بتحمل انا شوي، المهم الولاد ما يضيعوا.